you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اختلاف التفسير ما هي اسباب هذا الاختلاف بين المفسرين في الموسوعات التفسيريه لايه واحده او لمفرده واحده في القران الكريم سواء كانت حرفا او كلمه او جمله في سياق النص القراني المبارك. تحدثنا في الحلقه الاولى عن سببين اساسين. السبب الاول هو الاختلاف المفسرين حول الماده. ماده الكلمه قد تكون في اصلها اللغوي في اصل وضعها من المشتركات يعني هذا اللفظ له معان متعدده له دلالات مختلفه في اصل الوضع وليس يعني من باب الحقيقه والمجاز هذا اختلاف اخر طبعا الحقيقه والمجاز ولكن هنا نتحدث عن الماده نظره المفسرين الى الماده طبعا هناك معنى قاموسي، معنى معجمي للمادة، معنى إفرادي، ومعنى تركيبي. المعنى التركيبي هو المعنى السياقي، طبعاً المطلوب في التفسير ليس المعنى الإفرادي، وإنما المطلوب هو المعنى السياقي، لأن هذه المفردة جاءت في ضمن السياق، ضمن سياق الآيات المباركة، ليس المطلوب المعنى الإفرادي، قد يكون لمعناها القاموسي، لمعناها المعجمي. في أصل وضعها مشتركة لمعاني متعددة قد تكون لمعنيين أو لثلاثة معان أو أكثر ربما ولكن المطلوب من المفسر أن يعرف يعني المعنى السياقي لهذه المفردة ضمن الآيات المباركة ضمن النص القرآني المبارك وإلا يعني قد يكون للمفردة معين متعددة هنا يختلف المفسرون هنا الاختلاف يكون بعض المفسرين يختار المعنى الأول مثلا للمفردة معنى القاموس الأول بعضهم يختار المعنى القاموس الثاني أو معنى المعجم الثاني بعضهم يختار معنى القاموس أو المعجم الثالث أو الرابع وهكذا حسب ذوق المفسر وحسب طبعا قراءة المفسر للسياق وللقضايا يعني القضايا القرائن الداخلية والخارجية فيختار المفسر مثلا معنى سياقي أحد معاني الـ 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 الإفراد يعني المعنى الإفرادي وضربنا مثل ولا تمن تستكثر قلنا تمن هذه منة لها معاني متعددة في القاموس من بمعنى أعطى من بمعنى قطع من بمعنى تكدير الصنيعة شوف آه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نريد أن نمن أن نمن على الذين شو نمن يعني؟ يعني نعطي النعمة الثقيلة المن هو الشيء الثقيل أصل المن هو الثقل ونريد ان نمن يعني نعطي النعمه الثقيله على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه مثل يمنون عليك ان اسلموا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى طبعا هنا من بمعنى تقدير الصنيعه من المعنى الثاني فلهم اجر غير ممنون هنا غير مقطوع ولهذا وكذلك تستكثر كما قلنا سابقا تستكثر بمعنى رؤية الشيء كثير وبمعنى طلب الكثرة طلب الكثرة بعض المفسرين يرون مثل ولا تمنن تستكثر يعني لا تعطي لتعطى أكثر منها يعني روايات أهل البيت أكدت هذا المعنى يعني رواية أبي الجارود مثلا رواية أبي الجارود عن أبي جعفر يعني عن الإمام الباقر عليه السلام قول لا تعطي يعني هذه الروايه تقول ولا تمنن تستكثر لا تعطي العطيه تلتمس اكثر منها لا تعطي العطيه تلتمس اكثر منها اذا ولا تمنن يعني لا تعطي وتستكثر ماذا؟ وتستكثر يعني تطلب الكثره مو رؤيه الشيء كثير وانما تطلب الكثره مثلا في أو لا تعطي شيئا لتنال أكثر منه مثل في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال من السحت الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها وذلك قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر شوف الإنسان مرات يعطى هدية قلنا إذا كان مسؤول مثل كبير كذا يعطى حتى يعطي ليعطى يعطي ليعطى يقول ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطية أن تعطى أكثر من من ذلك أن تعطى أكثر من ذلك كذلك في الجعفريات عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال من السحت ثمن الميتة ومهر البغي وثمن الخنزير واجر الساحر والهدية يلتمس افضل منها وذلك يلتمس افضل منها وذلك قوله تعالى ولا تمنن تستكثر اذا لا تمنن يعني لا تعطي لتعطى لا تعطي لتعطى طبعا اهل البيت انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جزاء يعني عطية مقابل عطيتنا ولا شكورا ولا حتى كلمة شكرا لأن الذي يعطي في سبيل الله أو لوجه الله هذا لا يلتمس من الآخر أن يعطيه شيئا مقابل عطيته مثل هذا وهو قوله تعالى وما آتيتم من, من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله إذا ولا تمنن تستكثر بعضهم يعني قال هذا اشاره الى الربا لان المرابي يلتمس اكثر وهي الهديه يطلب منها من تراث الدنيا اكثر منها والرشوه في الحكم. اذا في اصول الكافي كذلك عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله من أعطي لسانا ذاكرا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وقال في قوله تعالى ولا تمن تستكثر قال لا تستكثر ما عملت من خير لله شوف هنا معنى آخر ولا لا تستكثر ما عملت من خير لله هنا رؤية الشيء كثيرا مو يعني يعطل بالكثرة ولا تمنن تمنٌ لا تعطي والحال يعني انك تستكثر ما اعطيت اذا هنا المنيه بمعنى المنيه يعني ولا تمنن يعني تمن على الله او تمن على الناس شوف هنا المعنى الثاني للمن ولا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى هذا معنى اخر للمن ولا تمنن يعني لا تعطي او لا تمنن على الله بعطائك لا تمنع على الله او على الناس والحال انك مستكثر لعملك هذا ما يذهب اليه العلامه الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسير الميزان في تفسير الميزان يقول العلامه الطباطبائي قوله تعالى ولا تمنن تستكثر الذي يعطيه سياق الايات ويناسب المقام شنو سياق الايات يعني يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر هذا السياق يعني يؤيد ان لا تمنن تستكثر يعني لا تمن على الله ولا تمن على الناس والحال انك مستكثر لعملك يعني معجب بعملك ترى ان عملك كثيرا الانسان متى يمن على الله وعلى الناس حينما يرى ما اعطاه كثيرا يقول اهلكت مالا لبدا اهلكت مالا اهلكت يعني يرى ان عمله يعني اعطى وهذا العطاء لم يكن في سبيل الله ولهذا يعبر عنه بالهلاك يقول آه الذي يعطيه سياق الايات ويناسب المقام ان يكون المراد بالمن تكدير الصنيعه هذا معنى المن تكدير الصنيع المنيه يعني يمن على الله أو يمن على الناس، يعني يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك، يعني هناك أعمال أوامر إلهية ربانية قد يستكثر الإنسان ما فيمن على الله عز وجل، يستكثر ما جهاده، يستكثر عطاءه، يستكثر معاناته فيرى يشعر بالمنية على الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. يقول يكون المراد بالمن تكدير الصنيعه يذكرها بذكرها للمنعم عليه. بذكرها للمنعم عليه يقول انا ما اعطيتك كثير، انا ساعدتك، انا انت ما تستاهل، انت كذا راح يعني يمن على بعطائه كما في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سورة البقرة الآية الرابعة والستون بعد المئتين ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كأن الآية ولا تمنن تستكثر بمعنى قوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقوله يمنون عليك أن أسلموا انظر الحجرات آه الآية السابعة عشرة والمراد بالاستكثار رؤية الشيء وحسبانه كثيراً لا طلب الكثرة ها هنا الطباطباء يرى أن تستكثر رؤية الشيء كثير لا طلب الكثرة إذا رأينا كيف يختلف المفسرون في تفسير آية واحدة نعود إلى ما قاله العلامة الطباطبائي طبعا أولا العلامة الطباطبائي اختار المعنى ولا تمن المعنى الثاني يعني مو المعنى الأول لا ولا تمن يعني لا تعطي وإنما اختار لا, لا تمن من المنية المعنى الثاني يعني لا تكدر الصنيعه بذكرها على المنعم عليه كذلك اختار معنى تستكثر اختار معنى رؤيه الشيء كثير وليس طلب الكثره بينما نقرا في روايات اهل البيت يعني طلب الكثره لا تعطي لتعطى اكثر منها هي طلب الكثره العلامه الطبطبائي يرى ان تستكثر بحسب السياق تمنون يعني من المنيه المعنى الثاني وليس المعنى الاول معنى تعطي وانما يمنون عليك ان اسلموا هكذا يقول او لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى اما تستكثر بمعنى رؤيه الشيء كثير يعني الانسان حينما يرى ما اعطاه كثيرا افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعطى قليلا واكدى يعني اعطى قليل ولكن راى هذا القليل كثير فاكدى اكدى بمعنى انقطع طبعا والمعنى كما يقول العلامه الطباطبائي لا تمنن امتثالك لهذه الاوامر وقيامك بالانذار وتكبيرك ربك وتطهيرك ثيابك وهجرك الرجز حال كونك انظر هنا حال كونك ترى ذلك كثيرا وتعجب به آه هنا رؤية الشيء كثير يرى ما أعطاه كثيرا وعظيما طبعا آه الإعجاب يمنع الإزدياد الإنسان حينما يعجب بعطائه آه سيئة تسوءك كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك لماذا؟ لأن السيئة التي تسيء الإنسان تدفعه إلى العمل أكثر فأكثر يشعر بالتقصير أما الحسنة التي تعجب تؤدي إلى الكسل تؤدي إلى المن تؤدي إلى الانقطاع الإعجاب يمنع الإزدياد وآفة الباب وتعجب به فانما انت عبد لا تملك من نفسك شيئا الا ما ملكك الله واقدرك عليه وهو المالك. بعد ذلك يقول العلامه الطباطبائي في تفسير الميزان وللقوم في الايه وجوه اخر من التفسير يعني ولا تمنن تستكثر، هناك وجوه هناك اقوال عند المفسرين كثيرة غير هذا المعنى الذي يذهب اليه وهو معنى ولا تمنن يعني لا تشعر بالمنيه وتمن على الاخرين سواء على الله عز وجل او تمن على الناس والحال انك ترى ما اعطيت كثيرا طبعا هنا في قراءه حفص تستكثروا ولا تمنن تستكثروا طبعا هناك قراءه بالجزم ولا تمنن تستكثر تستكثر يعني مجزوم هنا هناك قراءة طبعا يكون المعنى بعد معنى آخر معنى سابع لهذه الآية المباركة يقول للقوم في الآية وجوه أخرى من التفسير لا تلائم السياق شوف هنا إذن يعني اللفظ يتحمل هذا المعنى كلفظ كلفظ معجمي يتحمل هذا المعنى ولكن السياق ما يتحمل يعني المعنى التركيبي ما يتحمل لا تلائم السياق تلك الملائمه فقيل شوف هنا المعاني فقيل المعنى لا تعطي عطيه لتعطى اكثر منها لا تعطي عطيه لتعطى شوف ولا تمنن يعني لا تعطي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ولقد مننا عليك مره اخرى شوف مننا عليك مره اخرى شوف وتلك نعمه تمنها علي يعني اذا يعني لمن بمعنى لا, لا تعطي عطية لتعطى أكثر منها وقيل المعنى لا تمن ما أعطاك الله من النبوة والقرآن على الناس مستكثرا به الأجر هنا لا تعطي لا تمنن ما أعطاك الله من المنية يعني لا تشعر أنك صاحب فضل على الناس ويعني تشعر بالمنيه على الناس المنعم عليهم مستكثرا به الاجر هنا بمعنى يعني تطلب الاجر هنا تستكثر مو ترى الشيء كثيرا وانما تطلب اكثر من ذلك يعني لان تستكثر قلنا بمعنى رؤيه الشيء كثيرا وبمعنى طلب الكثره وقيل اي لا تمنن ابلاغ الرساله على امتك وقيل المعنى لا تضعف في عملك مستكثرا لطاعاتك تضعف هنا بمعنى الانقطاع شوف بمعنى الانقطاع هنا يعني فلهم اجر غير ممنون لا تمنن يعني لا تضعف لا تنقطع في عطائك والحال انك ترى ما اعطيت كثيرا افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى شوف أكدا تضعف يعني تنقطع عن العطاء أعطى قليلا ولكن ماذا رأى القليل؟ رآه كثيرا فأكدى أكدى يعني انقطع عن العطاء معنى الكدية الكدية الحجارة الصلدة تقول العرب أكدى الحافر الحافر حينما يحفر البئر يصل إلى كدية الكدية هي الطبقة الصلدة الصلبة في الأرض فكأنه أكدى الحافر يعني انقطع عن الحفر انتقل من هذا المعنى الحسي المادي الى معنى الانقطاع عن العطاء حينما يرى الانسان عطاءه كثيرا يمنع الازدياد الاعجاب كما يقول امير المؤمنين في وصيته الى الحسن عليه السلام في الكتاب 31 من نهج البلاغه يقول الاعجاب يمنع الازدياد حينما تعجب بعملك ولا سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أكدى يعني انقطع عن العطاء وقيل آآ آآ إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى يكون هو الذي يثيبك شوف يعني نانا ولا تمنن يعني لا تعطي ولا تمنن ولا تعطي اذا اعطيت هديه عطيه فاعطها لربك واصبر حتى يكون هو الذي يثيبك وقيل هو نهي عن الربا المحرم هذا تفسير كذلك يعني الربا المحرم لا تعطي لتعطى هنا بمعنى ولا تمنن لا تعطي تستكثر عن طلب الكثره مثل المرابي المرابي يعطي اموال دين ثم يطلب أكثر يعطي مئة ألف مثلا يريد مثلا بعد السنة مئة وعشرين أو مئة وثلاثين هذا يراب لا تعطي لتعطى هو نهي عن الربا المحرم أي لا تعطي شيئا طالبا أن تعطى أكثر مما أعطيت إذا هذه المعاني شوف لآية واحدة لأن هناك اللفظ مشترك تمنن من بمعنى أعطى من بمعنى تكدير الصنيعة بذكرها على المنعم عليه من بمعنى قطع أو معنى ضعف هذه المعاني شوف القاموسية هذه المعاني المعجمية قد يعني في السياق تنسجم مع السياق كذلك هنا الصيغة لأن أحيانا يكون الاختلاف بالصيغة بالمادة وأحيانا يكون الاختلاف في الصيغة تستكثر قلنا هذا هذه الصيغة تستفعل لها معنيان إما تستكثر يعني ترى ما أعطيت كثيرا يعني تستكثر يعني رؤية الشيء كثيرا أو تستكثر تطلب الكثرة فإذا هناك اختلاف في المادة واختلاف في الهيئة لتكون للايه اكثر من معنى واحد بل هناك تقريبا اكثر من سبع معاني كما راينا لهذه الايه المباركه لان هناك اختلاف في الماده واختلاف في الصيغه طبعا ما هو التفسير الاصح او ما هو التفسير الاقرب يعني لا يستطيع الانسان ان يعني يختار معنى آه كما يقول الطغاطا بحسب السياق يرى لا تمنن يعني لا آه لا تمنن على الله او على الناس والحال انك مستكثر لعطائك هذا كذا يرى بينما نرى في روايات اهل البيت لا المعنى لا تمنن يعني لا تعطي لتعطى لا تعطي لتعطى آه يعني اكثر مما اعطيت يعني لتكون على قاعده انما نطعمكم شنو لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذا هنا عندنا اختلاف في التفسير لسببين السبب الأول الاختلاف في معنى المادة قلنا المادة قاموسيا لها معاين متعددة وطبعا سياقا يختار مفسر واحدة من هذه المعاني القاموسية أو المعجمية وقلنا الاختلاف الثاني في الهيئة الهيئة لها معنيان بحسب التصريف ويختار المفسر المعنى المنسجم مع السياق. هنا هذا المثل يمكن مثل يعني واضح جدا في اختلاف او اسباب اختلاف المفسرين حتى مثلا كلمه فلهم اجر غير ممنون شوف غير ممنون بعضهم قال غير مقطوع بعضهم قال غير ممنون غير مكدر يعني الله يعطي ما يكدر بعدين يعني ما يمن على الانسان مثل الانسان مثل حينما يعطي يمن فلهم اجر غير ممنون يعني غير مقطوع لان من بمعنى قطعه وغير ممنون يعني غير مكدر طبعا علامة الطباطبائي يرى يعني فلهم اجر غير ممنون غير مقطوع وليس غير مكدر بعض المفسرين بالعكس يرى فلهم اجر غير ممنون يعني الله يقول اجري لا اكدره لا امن عليكم كما يمن آه الانسان في عطائه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته